تستعد مجموعة كشافات ومرشدات السلزيان السادسة في دير السلزيان في مدينة بيت لحم لبذل المزيد من الجهود مع اقتراب عيد الميلاد، وتتخذ المجموعة من القديس يوحنا بوسكو شفيعا لها باعتباره رسولا للشباب. طبعا مجموعة كشافة مرشدات السلزيان السادسة تابعة لدير السلزيان في بيت لحم، هي مجموعة كشفية فلسطينية كاثوليكية تم تأسيسها سنة 1922 وكانت الأولى في بيت لحم والسادسة في فلسطين. طبعا في خلال مسيرتها تعرضت المجموعة للكثير من الصعوبات والكثير من الإغلاقات بسبب الحروب وبسبب الانتدابات، ولكن الحمد لله بفضل شباب بيت لحم بفضل أهالي بيت لحم استطاعت المجموعة خلال الفترة الأخيرة أن تستمر بخطوة ثابتة وتحقق كافة البرامج اللي وضعتها إدارة هذه المجموعة. عدد المنتسبين لمجموعة كشافة السلزيان حوالي 150 فرد تتراوح أعمارهم من 7 سنوات ل25 سنة. وفي مقر الكشافة داخل الدير يتحمل الأعضاء مسؤولية تحضير الآلات المختلفة، كل بحسب تخصصه وقدرته على المساهمة في إنجاح العمل الملقى على عاتقه. وتسعى المجموعة لإعداد قادة وأشبال مؤهلين للقيام بأدوارهم، ويتلقى الجميع التعليمات والإرشادات التي تخدم المصلحة العامة. بخصوص عيد الميلاد بتم التحضير له بأكثر من جانب. الجانب الأول اللي هو تحضير الأشبال والزهرات والفرق اللي هي ما بتكون تعزف من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات إلهم. هلأ أنا مشارك في الكشاف صار لي من 6 سنين، بس نحن بالتدريبات بالعادة منبلش نحضر لعيد الميلاد من شهر 9، منبلش تدريبات هو نحن بالأخص منحضر للاحتفال الكبير اللي بصير ب 24 الشهر. لأن نحن زي ما انت شفت اليوم كلنا مستعدين، دائما نحن مستعدين، حتى بالأعياد مستعدين، بالأعمال التطوعية، بكل شيء. بعزف آلة السكسفون اللي 5 سنين، ونكون متعاونين مع بعض، يعني نطلع نطلع قدام الناس بشكل مرتب. ويقوم أعضاء مجموعة كشافة ومرشدات السلزيان السادسة بصنع الشارات الخاصة بلباسهم الكشفي الموحد من منطلق تعميق روح التعاون بين أفراد المجموعة. بتعلموا شغلات جديدة أكيد. أنا عندي البنت لسه جديدة بالطبل، السنة رح تطلع باستعراض الطبل، السنة الفاتت طلعت في المشاة في الزهرات، والولد الصغير لسه 6 سنين فما بلشش يتدرب، بس هم بحبوا الغنى كتير، بحبوا التراتيل والغنى كتير وبحبوا العزف. وتستمد المجموعة الكشفية من شعارها كن مستعداً المغزى الحقيقي للعمل المشترك الذي ينعكس على إطلالتها في عيد الميلاد الذي ينتظره الجميع بلهفة وفرح.